رابع مشهد بالتكامل والتضامن لروبرتو. تكامل التكافؤ يلا مشهد بالتشكل والتضامن روبرت يومان، ميراي ابي نادر، ويليام نصيف، وعصام بريد. مرسي على القهوة شريف، كتير طيبة. شو هالنهار الحلو؟ ايه خلص قهوتك بسرعة واتركني لوحدي. بعد شوي جاي لعندي عضو تجمع النقابات الحلوة ومسئلة. يا بنت يا بنت حاضري لي شوية ليكور ومقبلات قبل ما تطلع يا عقودتي بتاخد الغطا بين الساعة 2 والساعة 3. البحر اللي فيها حسب القانون الاجتماعي رقم 1131. ما زال هيك رح روح على الممشية غير شوي جو واقرا لي شو قصة. بس مش قصة بوليسية تخربط لك راسك أكثر ما هو مخربط. بكفيني مثلين الأوضة فوق قصص بلا طعمة. غريب، كيف انتبهت حبيبي؟ مع انه صار لي زمان مش ضايقتيني بقول ايكوك. خلصني بقى وبلا لت. يكرم عيني، بس مضطر اني اخلص هذا الكتاب وبوعدك انه ما بقى رح اقرا الا ليكا وقصص مهضومه. ايه اقرا فرجيك بس تصير رئيس البلديه. ممنوع بقى التنكيت والمجلات البلا طعمه. عصيت التنكيت دخلي. منو هذا اللي جاي لعندي؟ بتعرفي؟ لا اخذ موعد من سكرتاريا البلديه جاي لي نظره على خطابي اللي رح قيليه على الاطفال الصيانين اللي جايين بحقول الرز. حرام. بتعرفي انا مبسوط انه وصلت لمصيري قصين، وبتمنى انه زياده الاخ لعندي توصلني كل محافظه لابعد من الصين. هيك بتحقق لي طموحاتك وطموحاتي. ميرسي بارون، كثير من اليوم على غير عادتك، ما تكون صاخي. لا 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 بالعكس، حاسس حالي بأحسن حالك. قولي لي يعني ايه توقف لبيتك؟ الو، لولو معك على الخط. جراندايزر معك يا سامر. جراندايزر، حضر خطة مع وحشة اسطنبول، وشاهدك شوي، أنا طالع على أوضة الأمجادية. الخطة ماشية تمام تمام. المهم انك بلغت الرسالة، مفهوم؟ بلغنا الرسالة، سكر. بعدك هون؟ خلصني اختفي. كاسو حبيبتي، خليني اتأملك واتذكر بعنونك لحظات فلتانة. عن حياة فلتانة قضيناها سوا. يا حنون، اللي بيسمعك بيقول ما بقى رح نشوف بعضنا. ما فيكي تعرفي، الله بيضرب مطرح وبيسلقها بمطرح تاني. ليش مسودهم هالقد؟ شد هندك شوي، انت بعد بتعيش لك كم سنه لسوء حظي انا. ناقصك شوية رياضة. شوف انا الكارسان اللي لبسته. اعطيني طلة وهيبة. اللي بيشوفني بالكتير بقول عمري 20. عشرين. شو صعب الواحد يموت بالعشرين. تفضل حضرتك العضو. مين؟ تبع تجمع اللاعبين الحرة والمستقلة كفاح، كل واحد فاتح على حسابه. شكرا.
خذ راحتك رفيق. تسمح لي بالمربيتة؟ تفضل خليها على راسي، مقرب. الفلان. نازلين بنات دينية. طيب البنات؟ رمد ربيعي. يا لطيف، شو عندك مصايب؟ طيب الجاكيت. تفضل ضل انكوني. لكن حدا شافك من الشارع هذيك؟ ما بعرف. المهم ما حدا شافني فايت لهون. برافو. بصراحة ما كنت متوقع انك تلاقي مرة هالقد حلوة ومزوقة. أنا مش مرة، المرة اللي فيي ضاعت. على الحال ما في جملة وجنالات بيناتنا. بتحب سيجار؟ لا ميرسي، مش لازم نترك أثر. شو؟ قصدي أثر برواية، رواية عندي عطلين. لا 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 لا، إذا بدنا نشتغل سياسة ضروري تكون صحتها كثير منيحة. شوف أنا اللي ما بتعمل مثلي، تعلمت الجودو. إيه بتحب تفجيك؟ شفنا وخلصنا. اتصلت الساعة. تنتين وأربعة وعشرين. مستعجل لازم فل، عطلت إلا ربع لازم يكون شغلي خلص. بتعملها بالك، أنا كتير بحب الشغل الدقيق. وأنا كمان. من هلا للساعة بيكون كل شيء انتهى. إن شاء الله قبل، إن شاء الله قبل. خطابي صار جاهز. رفاقي إنهم يشوعون في الصين، يشوعون في الصين ونحن نراقب السنون، السنون، السنون. ليس بالسنون وحده يطل الربيع. بحب إنهي خطابي بمثل صيني قديم بيقول: إذا تفتقوا من الأرز عليكم بالضبط. برافو برافو. اتصلت الساعة معك مدام. ثلاثة إلى ربع. تعال هيها على القد. رح أعطيك شوية بروشوراتي اللي عم بقضيها. أعطيك قد ما بدك. يعني قد إيه بعطيك؟ 500 ألف. أي ألف؟ 2000. روعة. الحمد لله كيف تاخذ أربعة. ممنونك. إلا بينما كنت قلت لك ليه هذا اللي عم تحشى فيه؟ يعني لفيت حطيت إيدك على السرح، على المطرح المالي اللي عليه كله ولاد قاسية. الولاد قصدي البلدية. فستانك، فستانك القماشي فظيعة. هيدا حرير ما بينسب، اللي أنا لابسة درع بلاستيك. درع القوة؟ شي لبكي دبكي مثلا.
ابدا ابدا. سوسو قد ايه ساعه حبيبي؟ الساعه قد ايه؟ اتكلم الى الاثنين. عظيم. هيا على القلب. ما معقول اصابه. سوسو حبيبي بتاع كتير البارونة الساعتين اللي فاتت كانت مع واحد من الاوضه وخايفه ما يكون عامل شيء. كاسو حبيبتي انت بتعرف كتير منيح انه في كتير ناس ما كانت الدنيا هتوصل على البلديه. يا سوسو صدقيني جراي عم يشفوا حاسس قلبي رح يوقف. سوسو روح قدامي روح لنشوف البارونة شو صار فيها. كاسو حبيبتي الله لا يوفقك يا روحي.
روحينا؟ شو أنا حمار؟ مرتني جبت لي اخرتي بعتك قلت لي مرتي تبليني فيها للابد. شو هالكرم شو هالكرم اعطينا معيشي كله واعطينا الساعه بظهرهم يلي اعطيتك اياها كرميتك. بعد مرتي ارجل منك ادفوع عليك. والله اذا ما عملت لي خطه مبكره ربي نسويني حيكرم فيك. عن جد ما بتموت الا بدون اميت. الو بدون اميت؟ جهز خطه من عشان اسطنبول وانا طالع على اوضه ام جدايه.